تعرض في حياته لمشاكل. النفس الصغيرة مثل استكان شاي أو كوب ماء يمكن تخلون فيه حصات صغيرة فيتفايض. النفس الكبيرة مثل البحار إذا تخلون فيها ألوف الأطنان لا تتفايض. أكو بعض الأفراد بمشكلة صغيرة ينهار ما يتحمل، وأكو بعض الأفراد هذا من مظاهر النفس الكبير كلما ترد عليها المشاكل وكلما ترد عليها المتاعب والمصاعب تمتص هذه المشاكل.